وهذا سؤال يقول: نود من فضيلتكم وفقكم الله توجيه الإعلام لما يكون يعني في صالح منهج هذه البلاد والعقيدة الصحيحة. هذا ما هو بنا اللي يوجه الإعلام، الإعلام يوجه ولي الأمر، يرجه ولي الأمر، ووزارة الإعلام الموكول إليها هذا هي التي توجه الإعلام. فإذا عرض لك يعني عرض لك شيء ملاحظة عليهم اكتبها لوزير الإعلام، اكتبها لوزير الإعلام، سلمه بيدها أو أرسلها عن طريق الذي يوصلها إليه. نعم.